مرحبا في الجزء الثاني من المستوى الأول في قواعد الأسس. لنبدأ بمراجعة القواعد التي تعلمناها. إذا كان لدي 2 للقوة 10 ضرب 2 للقوة 5، تعلمنا هذا عندما كنا نضرب الأسس التي لديها الأساس نفسه. يمكننا أن نجمع الأسس، إذن هذا يساوي 2 للقوة 15. وتعلمنا أيضا أنه إذا كان لدينا 2 للقوة 10 تقسيم 2 للقوة 5، نستطيع أن نطرح القوة. إذن هذه ستكون 2 للقوة 10 ناقص 5 ويساوي 2 للقوة 5. في نهاية العرض السابق لا يجب أن أمر سريعا عن هذه النقطة لأنني أوضح مفهوما جديدا. ماذا يحدث إذا كان لدي 2 للقوة 10، الكل مرفوع للقوة 5؟ حسنا، دعونا نفكر فيما نعنيه بذلك. عندما نرفع عددا للقوة 5 فهذا يعني 2 للقوة 10 ضرب 2 للقوة 10 ضرب 2 للقوة 10 ضرب 2 للقوة 10 ضرب 2 للقوة 10، أليس كذلك؟ كل ما فعلته هو أنني أخذت 2 للقوة 10 وضربتها بنفسها 5 مرات، ذلك هو معنى القوة 5. حسنا، نعرف من هذه القاعدة أننا نستطيع أن نجمع القوى لأن لديها الأساس نفسه. إذن إذا جمعنا 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 فعلى ما سنحصل؟ نحصل على 2 للقوة 50. ماذا فعلنا إذن؟ كل ما فعلناه هو أننا ضربنا 10 ضرب 5 فحصلنا على 50. هذه هي قاعدة الأسس الثالثة، حيث إذا رفعت عدد ذو قوة إلى قوة أخرى سيكون بإمكاني ضرب القوتان. دعوني أطرح مثالا آخر. إذا قلت 3 للقوة 7، الكل مرفوع للقوة ناقص 9. مرة أخرى، كل ما علي فعله هو ضرب 7 بناقص 9 فأحصل على 3 للقوة ناقص 63. إذن كما ترى فإن القاعدة تنجح بسهولة مع استخدام الأعداد السالبة. الآن سأعلمكم القاعدة الأخيرة. إذا كان لدي، لنفترض أن لدي 2 ضرب 9 وقمت برفع العبارة كلها للقوة 100 فتصبح 2 للقوة 100 ضرب 9 للقوة 100. الآن دعونا نتأكد من أن هذا منطقي لنجربها على عدد أصغر. ماذا لو قلت 4 ضرب 5 للقوة 3؟ حسنا، هذه من المفترض أنها تساوي 4 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 5، صحيح، وهذا يعادل 4 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، أليس كذلك؟ أنا فقط قمت بتغيير الترتيب وهذا ما يمكنك فعله في عملية الضرب. حسنا، 4 ضرب 4 ضرب 4 هذا يساوي 4 للقوة 3، و5 ضرب 5 ضرب 5 يساوي 5 للقوة 3. أتمنى أن هذا يعطيك انطباع جيد عن لماذا هذه الخاصية صحيحة. وفي الواقع عندما تعلمت القواعد الأسسية لأول مرة لطالما نسيتها فكنت دائما أقوم بهذا الإثبات بنفسي أو الإثباتات الأخرى، والإثبات هو فقط توضيح لما هذه القاعدة تعمل حتى أتأكد أن ما أفعله صحيح نظرا لكل ما تعلمناه الآن.
في الواقع دعوني أراجع جميع القواعد مرة أخرى. إذا كان لدي 2 للقوة 7 ضرب 2 للقوة 3، حسناً أستطيع أن أجمع القوتين 2 للقوة 10. إذا كان لدي 2 للقوة 7 على 2 للقوة 3، حسناً هنا أقوم بطرح القوة وأحصل على 2 للقوة 4. إذا كان لدي 2 للقوة 7 الكل مرفوع للقوة 3، حسناً هنا أضرب القوة 2 للقوة 2 ضرب 3 ويكون الناتج 2 للقوة 21. وإذا كان لدي 2 ضرب 7 الكل مرفوع للقوة 3، هذا يساوي 2 للقوة 3 ضرب 7 للقوة 3. الآن لنستخدم القوانين التي تعلمناها لنحاول أن نقوم بما أسميه مسائل مركبة التي تتطلب منك استخدام القواعد بنفس الوقت. والمسألة المركبة الجيدة كانت تلك التي طرحتها في نهاية العرض الأخير. لنفترض أن لدينا 3 للقوة 2 ضرب 9 للقوة 8 الكل مرفوع للقوة ناقص 2 ناقص 2. إذن ما بوسعي أن أفعل هنا؟ حسناً 3 و9 أساسان مختلفان، ولكن 9 يمكن التعبير عنها بالأساس 3 صحيح؟ فهي تساوي 3 للقوة 2. إذن لنكتب 9 هكذا، أو لنكتب العبارة هذا يساوي 3 للقوة 2 ضرب و9 تساوي 3 للقوة 2 الكل مرفوع للقوة 8، وكل هذا مرفوع القوة ناقص 2، أليس كذلك؟ كل ما فعلته هو أنني بدلت 9 ب3 القوة 2، لأننا نعلم أن حاصل ضرب 3 ب3 يساوي 9. حسناً، الآن تستطيع أن تستخدم قانون الضرب لتبسيط المسألة. إذن هذا يساوي 3 للقوة 2 ضرب 3 للقوة 2 ضرب 8، إذن هذا يساوي 16، وكل هذا مرفوع للقوة ناقص 2. والآن نستطيع أن نستخدم القانون الأول، لدينا نفس الأساس، إذا نستطيع أن نجمع القوة. هذا يساوي 3 للقوة 18، قمت بجمع 2 زائد 6 وكل هذا مرفوع للقوة ناقص 2. والآن أوشكنا على الانتهاء. نستطيع أن نستخدم قانون الضرب مرة أخرى ونستطيع أن نقول أن 3 هذه تساوي 3 للقوة 18 الكل مرفوع للقوة ناقص 2، إذن الناتج هو 3 للقوة ناقص 36. لقد بدت هذه المسألة الشاقة في البداية، لكن لم نستخدم العديد من القوانين فيها، وكل ما عليك فعله هو الاستمرار بالنظر. أو هذا جزء من المسألة أستطيع أن أبسطه ثم تبسطه، وسترى أنك تستطيع الاستمرار في استخدام القواعد حتى تحصل على الناتج في أبسط صورة. وفي الواقع فإن مسائل المستوى الأول لا تحتوي على مسائل بتلك الصعوبة، سوف يكون هناك أكثر على قواعد الأسس المستوى الثاني، ولكن أعتقد أن هذه المرحلة أنك جاهز لتجربة بعض المسائل. لقد قمت بتقسيم القواعد لأني أريدكم أن تحفظوها، لأني أعتقد أنه أفضل من نسيان القواعد، ولو تثبت بنفسك القاعدة أكثر من مرة حتى تصل إلى الجواب الصحيح، لأنك إذا حفظت القواعد فقط لاحقا عندما لا تستخدمها لعدة سنوات فمن الممكن أن تنساها، وعندها لن تعرف كيف تعود لها. أنا فقط أتمنى أن تستوعب لماذا تنجح هذه القواعد، وطالما أنك تقوم بحل التمارين وتعطي اهتمام فينبغي ألا يكون لديك مشاكل مع مسائل المستوى الأول. استمتعوا بوقتكم.